This is exercise 2. هذا التمرين الثاني لتحريك الأصابع. الأصابع مهمة، وإحنا في كثير من الأحيان نستعمل يدينا، أيدينا وأصابعنا، لكن ما نهتم إلهن، خاصة يعني المفروض إنه نغسلهم، نحركهم. ففي هذا التمرين إن شاء الله سنفيد المشاهدين الكرام من ايروبيكس أو هيلث براكتسز من الدكتور يحيى من دي واي تي في. هنا مثلا لحظة تمرين بسيط، يعني تقعد أنت لوحدك ثم تحاول عمل هذه الحركة، طبعا أي واحد بيكون حتى الهانديكابت، الناس اللي هم غير قادرين يستطيعوا أنهم يقوموا بمثل هذه التمارين الخفيفة. وأنا فيما بعد السبعين الآن الحمد لله أقوم بمثل هذه التمارين تباعا، وإن شاء الله أنها تفيد المشاهدين الكرام. هنا قبضة اليد ضروري تعملها قبضتين متقابلتين، وهنا أيضا نعملهم على أساس متوازيين، وبعدين نقربهم من بعض ثم نضغط اليدين على بعض مع فتح الإبطين أو فتح الذراعين إلى على مستوى الكتف، وبتعد يعني من 1 إلى 10 إلى 20 إلى 50 أنتوا حسب مقدرتكم. للناس اللي ما بيقدروا يعني يتحركوا كثير في هذا التمرين جيد بيكون، وتحط يديك على المتوازيتين على ارتفاع واحد، وبعدين ترفعها إلى أعلى وإلى أسفل. طبعا هذا لما مرات بزبطنش على كل، لأنه لما ترفع إصبع ترفع اثنين مرات، لكن مع التمرين بصير كل إصبع يرفع لوحده. بتكون مستقيمة طبعا اليدين مع الكتفين، مع بيكون مشتركة. هنا برضو شغلة بسيطة جدا، عادة بيكون الواحد مغمض، وهو مغمض بيكون تفكيره أكثر تركيزا. الحركة بركة بقول على كل حال، فلابد من تحريك الوجه، تحريك اليدين، تحريك الكتفين، الرقبة، فلابد من تحريك الأشياء حتى تبقى صحية.